اول تكريم باخده بعد اغنيه طفيها والحب ولع في الدره. بص حاجه لطيفه جدا 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 انك تكون بتتكرم بعد مجهود فظيع وتعب كتير جدا جدا انت تعبت عليه في اغاني كتير. حاجة تسعدك جدا لما تبقى بتتكرم بعد التعب ده، وبالذات لما يبقى تكريم من بلدك وفي مونديال النهاردة الأغنية المصورة، بتبقى يعني حاجة بتسعد البني آدم جدا. أنا النهاردة سعيدة جدا جدا، وكمان الحضور نجوم كبار وبتكرم وسطهم، فدي حاجة بسطاني قوي جدا.